شرفنا هذا اليوم بزيارة السيد سكينة عن محافظة نينوى للاطلاع على استعدادات مستشفانا لإجراء عمليات الكسور والعظام التي تنجز في مستشفانا، وبدعم أيضا هناك منظمة الهلال الأحمر القطرية مشكورة. تم حصول موافقة وزارة الصحة ودائرة الصحة نينوى بدعم من دكتور فلاح حسن عيسى الطائي لتشجيع عمل هذه المنظمات في سبيل دعم مواطني محافظة نينوى لإجراء عمليات الكسور التي خارج إمكانيات مستشفانا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها المدينة وعدم توفر بعض أدوات. كما تعلمون عمليات الكسور تحتاج إلى تثبيت داخلي في البلاتين وشيش والكيواير وأنواعها، يعرفونها أخصائي العظام. طبعا إمكانيات الصحة في هذه الأوقات هي خارج عدم توفر سيولة مادية بالمستوى المطلوب، فتقدمت هذه المنظمة وبعد حصول الموافقات الرسمية من وزارة الصحة ودائرة الصحة نينوى لدعم مستشفانا لإجراء هذه العمليات بكادرنا أخصائينا. لدينا أخصائيين أكفاء ولكن تنقصهم الأدوات، فتم الدعم من قبل هذه المنظمة وسوف نقوم إن شاء الله ونحن مستمرين. تقريبا أجريت عمليات بس بالمستقبل القادم إن شاء الله سوف تكون عدد هذه العمليات أكبر، تثبيت داخلي. فالمنظمة مدعومة طبعا. هذه الظروف هسه ظروف الكورونا والحظر التجوال، مقر المنظمة وتقل في أربيل، فالدعم شوية قليل، بس إن شاء الله تقوم ممثلين المنظمة في الموصل يقومون بدعم المستشفى بالأدوات وعند توفرها بالشكل المناسب، فإن شاء الله سوف نقوم بإجراء جميع العمليات مهما كانت صعوبتها. احنا متواجدين في هذا المستشفى لنعلن عن هذه العمليات الخطيرة، وهي عمليات صعبة ومكلفة لكاهل مثل ما تفضل الدكتور سعد الله، لكاهل المواطن والكاهل الناس اللي انصابوا في العمليات الحربية، وكذلك اكو ناس صار عندهم مثلا مكسور او جراحه ما. فمتفضلا المنظمات الدوليه ان كان والجهات الحكوميه بتخفيف عن هذه العمليات بالنسبه للمواطنين. فمن هنا نعلن عن، ولو سبق ان اعلنوا، بس نعلن على الناس جميعا وخاصه العوائل المتعففه والمرضى بفتح باب إجراء العمليات العظمية والكسور يومي الأحد والخميس، المراجعة بمراجعة الهيئة الاستشارية في مستشفى الموصل العام، وكذلك للبحث والتقصي وأن إجراء هذه العمليات عن طريق الدكاترة مختصين في عمليات العظمية في مستشفى الموصل العام.